بسم الله الرحمن الرحيم. برج الحوت والعلاقات الجنسية. أنا أتحدث عن الحوت مش عن شخصك أنت. أنت من برج الحوت ممكن يكون عندك كواكب في الحمل وتلاقي الكلام لا ينطبق عليك، ممكن تلاقي بعض من الكلام بينطبق عليك ثم أنه اختفى في حياتك، فاسمع الكلام للآخر وهتشوف بنفسك إيه الصح وإيه الغلط. الحوت يرمز إلى الخجل وإلى الكائن اللي عايش في أعماق البحار والمحيطات تحت كده في القاع، ووحيدا شريدا طريدا عايش في أحلامه وخيالاته. فالجنس عند الحوت في الغالب بيكون شيء مخجل ليه في الأول، في الأول بس، بشرط ما يكونش عنده كواكب في الحمل، بشرط ما يكونش عنده عطارد ولا الزهرة ولا المريخ ولا الطالع في الحمل، بشرط ما يكونش عنده كواكب في الحمل. ممكن تلاقي الحوت خجول جدا في العلاقات، وموضوع الجنس ده بالنسبة له اللي يتكلم فيه يكرهه، ويشوف ان انت كده يعني قليل الأدب وقح ولسانك طويل وزبالة وجزمة وما ينفعش يرتبط بيك وما ينفعش يكمل معك. في الأول هو بيشوفك كده ويشوفك ان انت انسان حيواني وشهواني وكلب كلاب، هو بيشوفك كده ليه؟ لأنه عنده هيمنة في الحوت، هيمنة في الحوت. او لو عنده هيمنة في البيت رقم 12 نفس النظام كده وكأنه من برج الحوت، يعني مثلا لو اسد وعندها 4 كواكب في الاسد او 3 كواكب في الاسد وموجودين في البيت رقم 12 برج الحوت او ما يمثل برج الحوت، يعني البيت رقم 12 وكأنه برج الحوت نفس الصفات كده، فتلاقيها برضو فيها صفات الخجل وتحب الحب الافلاطوني وان احنا حبنا لازم يفضل كده من بره بره ومن بعيد بعيد، والتواصل الجنسي بالبلوتوث والتواصل الجنسي بس كده من بعيد من بره بره، يعني ما فيش لمس ما فيش اي حاجه في الحاجات، لازم تفضل بعيد، كل ما تكون بعيد هي تحبك، تقعد تقرب بقى كل شوي تكرهك جدا حتى لو انت جوزها. فاي حد عنده كواكب في البيت رقم 12 الجنس عنده برضو يخجل منه، او في مشكله في تعليقات في كده حاجات غريبه شويه. فيعني انتوا حاولوا تفهموا القصه دي، انه الحوت دائما وابدا عنده مشكله في تقبل العلاقات الجنسيه، وهيمنه البيت ال 12 نفسها بالظبط عنده مشكله في تقبل العلاقات الجنسيه، حتى لو اتجوزته حتى لو بقيت على سنه الله ورسوله عنده في مشكله في كده خلل في العلاقه، هو عنده حياء بزياده بزياده خالص بزياده جدا بزياده ازود من الزياده العاديه وازود من الزياده الطبيعيه. فدي خلقه ربنا وانا ماليش دخل، ولا انت ليك دخل ولا هو ليه دخل، ربنا خلقه كده، خلقه انسان خجول غير مقدام ولا يحب الاقدام. لو في كواكب في الحمل ممكن تخليه جريء شويه يتجرأ، فلازم تحلل الخريطة كلها وتشوف فين البداية والنهاية والقصة. ممكن الجينات بتاع الأب والأم لهم دور، انه ده العيلة بتاعته معروفة ان هي عيلة بتحب تخلف كتير وبتتجوز كتير، ومعروف ان هما بتوع جواز كتير، فممكن يكون عنده الرغبة الجنسية نشطة، جيناته بتقول كده. ممكن يكون من جنوب افريقيا ولا حاجة، ف يعني عنده الجينات لها نوع مختلف، في واحد مولود في مكان تاني كده بارد ولا حاجة فهو بارد برضو تقريبا او حاجة كده، فما عندوش الرغبة اصلا كتير، الرغبة مرة مرتين مثلا في الاسبوع وخلاص، هو كده مرة مرتين في الاسبوع هو ده بالنسبة له رقم كبير. في ناس تاني من الحوت بالنسبة لها لازم كل يوم، هو كده عنده كواكب في الحمل فمشعلة للدنيا ومخليها الموضوع يعني ايه اكثر حراره، مش عايز اقول بقى سخونه وكلام عشان ما نقولش تفاصيل ما تخصناش، ومش في الفيديو يعني ما ولا في الفيديو ولا بره الفيديو ما تخصناش، لكن في ابراج بتكون يعني اكثر حراره واكثر جراه، يعني هو فعلا حار وفعلا جريء الاثنين مع بعض، يعني ممكن يكون حار ولكن كاتم في نفسه. في بقى واحد تاني حار وجريء، في واحد لا حار ولا جريء، او في واحد تاني بارد وساكت مع نفسه كده. فالجنس عند الحوت مشكلة كبيرة قوي انه يعبر عنها كيف وليه وازاي وبعد كلام كتير، ويعني عندهم دماغ مختلفة، خاصة الجنس يتعارض مع صفات برج الحوت. الحوت يمثل الروحانية والتأمل والوصول الى مرحلة عليا من الاندماج مع الروح، وعشان تكون شخص روحاني زي الحوت كده او زي ما هو بيدعي او زي ما هو بيتوصف عنه
وزي ما هو كده عاش في فلسفته لازم تهمل شهوات الجسد. وعشان تهمل شهوات الجسد من ضمنها الجنس والأكل والنوم والشرب والحاجات دي كلها، فبيقلل منها شوية. فالمفروض المفروض ان عنصر الحوت لو زاد في الخريطة يقلل الاندفاع، يقلل الرغبة، يقلل المبادرة. هل في مبادرة ولا لا؟ مين يبادر اكتر؟ مين اللي هو بيجي على التاني او بيروح للتاني؟ فالقصة مع برج الحوت نفسه، لو شفت شخص عنده هيمنة الحوت وبيتكسف من الموضوع ده او بيستحي او بيخجل، وربط الموضوع مثلا بلازم علاقة زوجية شرعية ولازم قصص كتيرة قوي، المهم ان الموضوع ده حتى معقد. والمشكلة بقى لو بعد الجواز، يعني المشكلة لو في خجل وفي حياء كتير قوي بعد الجواز، طب ما هو دي يعني ده مشكلة برضو. المفروض ان بعد الجواز خلاص الاتنين فكين مع بعض او فاتحين مع بعض او الاتنين من حق بعض. فلو لقيت ان برج الحوت كمان لسه الخجل موجود بعد الزواج، دي تبقى مشكلة في برج الحوت. وفعلا الصفة دي، صفة الخجل والحياء، هي صفة في برج الحوت شخصيا، بدون اي كواكب في العقرب، وبدون اي كواكب في الحمل، وبدون اي كواكب مثلا في الجوزاء، وبدون كواكب في الاسد، وبدون اي كواكب في اي اماكن تاني. لذلك الصورة اللي انا هحطها على الفيديو هي صورة خريطة، عشان بس المخلوقات الفضائية تفهم انه انا بتكلم عن خريطة، بتكلم عن تفاصيل كتيرة، مش كوكب واحد ولا كوكبين ولا برج فيه 600 مليون مولود ولا واحد بس من ضمن برج. لا، صفة الخجل والحياء هي صفة موجودة في برج الحوت. الروحانية تستلزم التخلي عن الشهوات، شهوات الجسد يجب أن تموت حتى تظهر الروحانية. يجي واحد يقولك لا، ما هو فيه فلان قال إنه مش عارف الجنس هو أعلى درجات الروحانية ومش عارف كده، كلام غريب عجيب. ده ما يزبطش، ده ممكن يكون هو بس يعني إيه عاجبه الموضوع فبيقول أي كلام. لكن المفروض ان الشخص اللي عايز ينمي الروح وصفات الروح لازم يقلل من شهوات الجسد. كل ما تكون شهوات الجسد تكتر، كل ما يعني الروح نفسها تضعف. كل ما تكتر شهوات جسد شهوات جسد شهوات جسد، انت روحك تضعف. لذلك رمضان يقولوا شهر الروحانيات. ليه؟ لان انت بتقلل شهوات الجسد، ما بتوكلش الجسد، الجنس ممنوع في النهار، خلاص يبقى كل شهوات الجسد بتقل، فالروح بترتفع. ده المفروض، هو ده المفروض. لكن هم بقى عايزين يعملوا دماغ من كلامهم وكلام من دماغهم، ومحرين. اللي عايز يقول اي كلمة هو حر في كلامه. لكن الصح فين؟ الصح ان الحوت هو برج الخجل، وفي التنجيم الجديد بيحكمه نبتون كوكب الخيال والتخيلات والاوهام، وعايش في فيلم في دماغه، ممكن يعني يقوم بممارسة الجنس كده في داخل خياله من جوه، في التخيل كده، في المخيلة بتاعته، وفي قصر الخيالات اللي هو بيعمر قصور في الهواء يمارس فيه هذا الشيء، مجرد خيال في دماغه كده، ويتأثر ويظهر ذلك عليه جسديا. كيف ازاي؟ ما تفهمش. فين البرج اللي يظهر عليه تأثير الخيال على الجسم؟ الحوت. تحس كده ان هو معمول له تنويم مغناطيسي، فمنوم مغناطيسيا، واي كلمة تقولها له تأثر فيه. يعني تقول له انت دلوقتي واقف يقف، انت دلوقتي قاعد يقعد، انت دلوقتي طاير يفرد جناحاته مثلا ولا يفرد ايديه. تحس ان الخيال او التلقين بالكلام يؤثر على حركات رجليه وايديه وشكله ووشه وشعره وكل حاجة. فأي حد يتجوز من برج الحوت ويشوف خريطته كل الكواكب في الحوت، والشخص ده بيخجل من ذكر اي حاجات في الجنس وكلام كده كتير، يا ريت يبقى يشوف الفيديو ده او يبعت له الفيديو ده، يقول له انه ده طبيعي، مش مصطنع ولا حاجه. يمكن هو عنده حاجه اسمها رهاب من الجنس، خوف من الموضوع ده. في ناس يكره القصص دي جدا، ويحب حاجه اسمها الحب العذري او الحب الافلاطوني، او حب كده بدون جنس، حب كده وخلاص، حنيه كده وخلاص، بس بدون جنس، بدون علاقات، بدون ما اتنين يشتبكوا مع بعض او اتنين يتلاحموا ويلتقوا مع بعض. بالنسبة له الامر ده ياخد وقت شوية. فلازم انت ككائن فضائي وكائن ارضي تجيب الخريطة تشوف فين الكواكب، فين بقية كواكب الحوت. لذلك انا هفضل مثبت صورة على الفيديو علشان اقول يا هو يا بشر ان لازم نشوف بقية الكواكب. يجي لك بقى واحد من برج الحوت
وفحلف التعليقات كده يقول لك ايه، انا برج الحوت الفحل، احنا عارفين ان انت برج الحوت الفحل، احنا عرفنا ان انت فشيخ. تجي لك بقى واحده من برج الحوت وبويا، بويا يعني فحله، فهتقول لك هو انا بويا من برج الحوت، عرفنا ان انت بويا ومن برج الحوت، فكنا شرك، عرفنا خلاص، عرفنا ان انت جامده وان انت تقهر، عرفنا، وانت برضو من برج الحوت، عرفنا برضو ان انت تقهر، خلاص. ده تعليقات مش يعني مش اوضه نوم هي. فخلاص كده الموضوع واضح، برج الحوت عنده مشكله في قبول العلاقات الجنسيه فجاه كده او بشكل شبه سريع، لازم يبقى فيه مقدمات كتيره ومقدمات طويله ويعني وتعارف، ومن الصعب ان هو يعني يمارس الجنس مع الغرباء او مع شخص اول مره يلتقيه او مع كلام كده. لازم في كواكب تاني هي اللي تؤثر وتخليه كده جريء، قمر الحمل، زهرة الحمل، عطارد الحمل، مريخ حمل، مشتري حمل، هيمنة في الأسد، هيمنة في القوس، هيمنة في الدلو، في الجوزاء، في الجدي. يعني لازم في أي مكان تاني يكون فيه تكتل كده كواكب يخليه يكون منطلق وحرج شوي. غير كده الحوت يعني بطيء في الموضوع ده، أو عنده مشكلة في تقبل هذا الموضوع حتى بعد الجواز. بعد الجواز برضو بيفضل زي ما هو، في اللي فيه عايش في الخيالات بتاع نبتون والمخيلات بتاعت برج الحوت، وعايش في القصص دي، وعايش في العالم الروحاني، ويقول لك هو كفايه مرتين في الاسبوع او مرتين في الشهر، بالنسبه له الموضوع ده كده كتير يعني يكفي. على عكس في ناس تاني، على عكس مثلا برج الحمل ممكن 9 مرات في اليوم جنس، ويقول لا كده الموضوع قليل، مش عارف هيروح فين، هيقعد 90 مره في السنه شغال في الموضوع ده، فحاجه كده غريبه صراحه. ففي ابراج او كواكب او وضعيات معينه بتجيب برود جنسي، وفي وضعيات معينه وكواكب معينه تجيب يعني اشتعال جنسي او ضخامه في طلب العلاقه الجنسيه. ما تفهمش هو بياكل كتير، بياكل لحمه، ايه الاكل اللي بياكله فبيخليه كده، منين جايب الصحه دي، منين جايب الطاقه دي، الله اعلم. رزق من عند الله موجود عنده، ربما ده صفه في العيله او دي صفه في العيله بتاعتهم او في البيت بتاعهم كده، ان كل البيت فحول ما شاء الله، شيء جميل يعني، هو عنده فيجره ربانيه ربانيا كده في القصه دي، او ربما نوعيه الاكل اللي هو بياكله في منشطات او حاجات بتساعد الجنس، او ربما ما عندوش ديون او ما عندوش اي تفكير في الديون ولا في الحاجات دي، فما بيفكرش، فالموضوع شغال كده رباني من عند الله. ده اللي انا حبيت اقوله في مشكله الحوت وبرج الجنس، وما طبعا ما فيش اي تفاصيل ولا اي حاجه، ولا ما يعني ما ينفعش ان انا اتكلم في اي تفاصيل او اي حاجات اكتر من كده، هو ده اخري، اخري ان انا اتكلم في كده. اي حد كان داخل منتظر تفاصيل معينه، معلش والله يا اخي في الاسلام او يا اختي في الاسلام، انا ما اقدرش افيدك باكتر من كده يعني. لو انت منتظر تفاصيل اكتر من كده انا ما اقدرش افيدك، خلاص بس شكرا.